يشهد قطاع غزة دماراً لم يسبق له مثيل بسبب استهداف الهجمات الإسرائيلية المتكررة لجميع مرافق الحياة في القطاع. وفي ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي فرض على غزة، وجد الأهالي أنفسهم مجبرين على التعايش مع واقع لا ينتمون إليه، واقع يسير على وقع الصدمات والخيبات، وتصبح المعاناة ترافق تفاصيل حياتهم اليومية. وعندما يكون الإنسان صامداً في وجه هذه المعاناة، فإنه سيعيشها على النحو الذي يناسبه وبالطريقة التي يشتهي. فكان نفاد الوقود الذي لم يترك لهم خياراً سوى العودة إلى البدائية وطرق الطهي التقليدية هو الاختبار الحقيقي للمواجهة من أجل البقاء. أما الحين مع الحرب سوها، مع الحرب عملها للناس، عشان الناس من القلة مش لاقي على ايش تخبز وعلى ايش تسوي، من عشان هيك عملها للناس. وبحسب الأمم المتحدة، يمثل الوصول إلى الخبز تحديا كبيرا في جنوب قطاع غزة التي لا تزال تحوي على المطحنة الوحيدة العاملة هناك، لكنها متوقفة عن تحويل القمح إلى دقيق بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء. كله شغلنا على النار. عشان فيش غاز، فيش غاز. وبسبب عدم توفر الوقود، واحنا هنا لاجئين جوا في المدارس، وفيش غاز، وفيش حاجة، وحتى الغطاء الحطب كان يعني بيقول كده بشيك لقيت صار ب10. هذه المشاهد تختزل ما يكفي من التحمل والصلابة في أشد لحظاتهم انكساراً.